بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم ان شاء الله عن السكول هيلث بروجرام. احنا اتكلمنا قبل كده عن السكول هيلث بروبلمز، ايه هي المشاكل الصحيه اللي بتواجه السكول تشيلدرن. لما احنا قلنا ان هو المور سيجنيفيكانت اللي بيحصل لهم يعني هاي موربيديتي، هما بيعيوا كتير، يجي لهم امراض قسمناها كوميونيكابل ونون كوميونيكابل، واتكلمنا عن كل واحده بالتفصيل. هنتكلم ان شاء الله بقى النهارده عن البروجرام. اول حاجه عايزين نعرفها ايه هي الاوبجكتيف بتاعه البروجرام ده، ايه هي اهداف البروجرام ده. زيه زي اي بروجرام تاني الاوبجكتيف بتاعته 5H: هيلث اديوكيشن، هيلث بروموشن، هيلث هازارد بريفنشن وكنترول، وهاند كيبد ريهابليتيشن. دي كده الاوبجكتيف بتاعته. طب الكومبوننت، في الكومبوننت بزود نقطه سبيسيفيك للسكول بروجرام ومهمه جدا، اللي هي سانيتري سكول انفايرمنت. وبعدين بقيت الحاجات العادية بتاعتنا: health education، health promotion، health hazard prevention وcontrol، handicapped rehabilitation، health appraisal. وفي الاخر خالص بقول التيم اللي بيقدم السكول بروجرام ده وبيعمل على تنفيذه، وبقول الرول بتاعه. فكده الكومبوننت بتاع السكول بروجرام اللي هما السبع ايتمز دول، ماشي؟ فيهم اول ايتم اللي هو sanitary school environment، ده specific للسكول بروجرام بس، ماشي؟ اول حاجه بقى، اول ايتم هنتكلم عنه اللي هو السانيتري سكول انفايرمنت. انا لما جيت اقول عنها قلت ان هي حاجه سبيسيفيك للسكول بروجرام ومهمه جدا. طب ليه انا مهتميه بالسكول انفايرمنت وعايزاها تبقى سانيتري ونظيفه وكده؟ ايه اهميه كده عندي؟ يعني ليه البروجرام مهتم بيها قوي كده؟ ايه الاهميه او الفاليو بتاعتها؟ السكول انفايرمنت دي لما هتبقى سانيتري هتبقى نظيفة، هتعمل بريفنشن للأمراض وبروموشن للصحة، وبتعمل اتنين ايه؟ بتزود البروجرس بتاع عملية الإديوكيشن، وهي نفسها بتبقى جود اكزامبل لكلين انفايرمنت، بتمثل للطفل ده اكزامبل جيد لكلين انفايرمنت، لأن المدرسة دي أصلا هي اللي بتأسس الأطفال، وهي اللي بتأثر في شخصيتهم والبيهيفير بتاعهم. فلما تبقى المدرسة من حواليهم نظيفة وكده، فيتعلموا ان هما لما يخرجوا البرة وكده يتحافظوا على البيئة من حواليهم يعني. فده كده أهمية اللي هو sanitary school environment. الفاليو بتاعتها 2B و2E: prevention للأمراض وبروموشن للصحة، والاتنين E بتزود البروجريس بتاع عملية الإديوكيشن و good example. طب الكومبوننت بقى، الكومبوننت بتاع sanitary school environment ايه هي الكومبوننت بتاع الكلام ده؟ سبع items برضو. السكول، هتكلم عن السكول site و building والكلاس روم. اهم حاجة في المدرسة هي ايه؟ الفصل، الكلاس روم. الووتر سبلاي والفود سانيتيشن، مية واكل ينتج عنهم ويست ديسبوزل. واخيرا هعمل انسكت كنترول، ماشي؟ هتكلم في كل نقطة من الكومبوننت دول، هتكلم في ايه الايديال بتاعها اللي يحقق لي في الاخر سانيتري انفايرومنت، ماشي؟ اول حاجة بالنسبة للسكول سايت، مكان المدرسة، ايه هو الايديال بتاع السكول سايت؟ هي المفروض الايديال بتاعها وانا عايزة ابني مثلا مدرسة، فلازم الاول اشوف المكان اللي انا هبنيها فيه، ايه هو الايديال بتاعها بقى اللي يحقق لي في الاخر خالص sanitary environment. ان هي يتحقق فيها شرطين: تكون accessible وسيف. accessible قريبة، قريبة بس بعيدة، قريبة من البيت بس بعيدة عن المصانع والدوشة والتلوث والحاجات دي، وتكون مبنية على سيف جراوند، أرض نظيفة يعني، يعني نوت دامبينج اريا، يعني ما كانتش مقلب زبالة مثلا قبل كده. ده بالنسبة للسكول سايت، مكان المدرسة. عرفت ايه هو الايديال فيه اللي هو الشرطين دول: اكسسبل وسيف. طب بالنسبة للسكول بيلدينج بقى، البناء بتاع المدرسة، وانا ببني المدرسة ماشي في الديزاين بتاعي، المباني بتاعت المدرسة بتكون على بعضها كده عاملة شكل حرف الاي او التي او ال، ده المفروض الايديال يعني، ماشي؟ والمسافة ما بين كل وينج والتاني 20 متر. دي حتة هندسية كده بيقول ان انا لو صممت السكول بيلدينج بالطريقة دي، المباني عاملة على بعضها بالشكل ده والمسافة ما بينها اللي انا قلتها دي، فكده كل مبنى هيدخله light وventilation كويس يعني. طب الدايركشن، اتجاهها شمال شرق، ماشي؟ بيقول ان الاتجاه ده كويس جدا، بحيث مثلا الجو في الصيف هيبقى بريز ان سمر، في نسمة هواء، وفي الشتاء بيبقى صاني، ماشي؟ وطبعا لكل مبنى الستيركيز الخاص بتاعه، السلم بتاعه، ففي اكتر من الستيركيز في المدرسة،
to avoid the overcrowding طبعا، واعمل حسابي وانا بعمل الديزاين بتاع المدرسة ان انا اسيب sufficient area للبلاي جراوند للملعب. طب مادة البناء اللي انا بعمل بيها البيلدينج المباني دي بقى، مادة البناء بيكون دامب وفاير بروف رات وانسكت بروف، يعني زي ما بيقولوا كده ضد المية ضد النار ضد الحشرة ضد الفار، المهم ماشي. وبعدين الروف السقف بقى بيكون متغطي بمادة انسيوليتنج مادة عازلة. يبقى ده كده الايديال في السكول بيلدينج، الديزاين بتاعها شكل اللي هو الحروف دي، الدايركشن اتجاهها شمال شرق، وكل مبنى له الستير كيز الخاص له، واعمل حسابي sufficient area للبلاي جراوند، ومادة البناء نفسها ضد المية ضد النار ضد الحشرة ضد الفار. ماشي، يبقى ده كده اول حاجة اتكلمنا عنها في اول اللي هي اول حاجات اللي هي في الكومبوننت بتاع السانيتري انفايرمنت، السكول سايت وبيلدينج. عرفت السايت ايه هو الايديال فيه توفر فيه الشرطين دول، وعرفت البيلدينج عرفت الديزاين والدايركشن والسلالم والبلاي جراوند الملعب والبيلدينج سبستنس. ماشي، اهم حاجه في المدرسه بقى ايه؟ اهم مكون من مكونات المدرسه الكلاس روم، الفصول. ماشي، طبعا الفصل عشان انا عايزه دلوقتي احقق سانيتري سكول انفايرمنت، يبقى الكلاس روم لازم يكون سانيتري كلاس روم. السانيتري كلاس روم ده بقى بيتميز بايه؟ ان هو له سيوتابل سايز اند شيب، هو ده من بره شكله من بره، من جوه بيحتوي على سيوتابل نمبر اوف للتشيلدرن. طب الفرنيتشر الاساس اللي فيه هو ايه؟ الاساس اللي هيبقى موجود في الفصل الديسكات والسبوره. الديسكات مثلا بيكون سيوتابل ازاي؟ يعني مناسبه ازاي؟ ان هي ظهرها مثلا مفرود علشان ابقى قاعده مرتاحه وكده، لها سيوتابل هايت بحيث ان رجل الطفل توصل للارض ما يبقاش معلق رجله في الهواء، في suitable distance ما بين الصف والتاني، و suitable distance ما بين الصفوف الجانبية والadjacent wall. ده كده الايديال في الديسكات، دي كده مواصفات suitable discs، المقاعد اللي هي suitable يعني. طب بالنسبة للسبورة، السبورة المفروض تكون في السنتر وفي الوول هو in front of the pupil، طبعا المفروض تكون في اللي هي نص الحيطة اللي هي قدام الطلبة، اكيد يعني مش هكون وراهم. ماشي، لونها اسود ولها جتر اللي بيتحط عليه التباشير ده، والمسافة ما بينها وما بين اول صف مش اقل من 1.5 متر. يبقى ده كده الايديال في البلاك بورد السبورة والديسكات والمقاعد. عرفت الايديال فيهم بيكونوا عاملين ازاي؟ ماشي، ده اصلا دي تالت حاجة في الايه، في السانيتري كلاس روم، suitable يكون له suitable size and shape، ده من بره شكله من بره، من جوه بيحتوي على suitable number of the children، والفرنيتشر الاساس اللي فيه قلت اللي هو الديسكات والسبورة، وعرفت ايه الايديال بتاع كل واحد فيهم. ماشي، طب بالنسبة للي هو الايه، الventilation واللايتنينج، التهوية والاضاءة. بالنسبة للتهوية مثلا، المفروض الفصل اللي هو sanitary classroom يبقى فيه adequate ventilation وadequate lightning. أدكوت فنتيليشن التهوية الجيدة بحققها ازاي؟ انا بقول تهوية، يبقى التهوية دي اكيد عن طريق الشبابيك. يبقى اعمل حسابي وانا بعمل الديزاين بتاع المدرسة دي ان انا اسيب sufficient area للويندو، مساحة كافية للشبابيك حوالي سوس الفلور اريا يعني. ماشي، واعمل لها بروبير ارنجمنت بقى للشبابيك، المفروض تكون ان هي على البوث سايد وول اللي هي في الجوانب يعني، وقصاد بعض علشان يعملهم مع بعض كروس فنتيليشن. بعد كده هيرجع يقول لي ان هو الايديال فيها ان هي تكون موجوده على الليفت سايد على الناحيه الشمال، ما هياش موجوده على الناحيه اليمين. ليه؟ علشان تو افويد الشادو بتاع الرايت هاند وانا بكتب، ما هياش موجوده ورايا علشان تو افويد البادي شادو، ما هياش موجوده قدامي تو افويد الجليرنج علشان لو قدامي مثلا النور هيخبط في عيني فيحصل زغلله جليرنج. يبقى انا عرفت الادكوت فنتيليشن احققها ازاي، ادكوت فنتيليشن فنتيليشن التهويه، يبقى هعمل التهويه ازاي؟ اكيد عن طريق الشبابيك، وعرفت الشبابيك دي عرفت ان انا فكده يبقى ده اصلا الشبابيك دي هي اللي تعمل لي الادكوت فنتيليشن، يبقى ههتم بيها وانا بعمل الديزاين بتاع الكلاس روم ده الفصل ده، اهتم بان انا اعمل اسيب لها سفيشنت ويندو اريا، وان انا اعمل لها بروبير ارنجمنت
بروبير ارنجمنت ازاي؟ الايديال فيها ان يكون موجود على الناحيه الشمال، مش موجود على الناحيه اليمين، ومش موجوده ورايا، ومش موجوده قدامي، وعرفت كل واحده ليه. طيب هنتكلم بقى عن اللايتنينج، الاضاءه. الاضاءه دي يا اما ناتشرال طبيعيه او ارتفيشال. الاضاءه الطبيعيه دي اللي هي النور الطبيعي يعني بتاع ربنا يعني، ماشي. الاضاءه دي هحصل عليها ازاي؟ اكيد عن طريق الشبابيك. يبقى الشبابيك كده مهم عندي في الفنتيليشن التهويه والحصول على الناتشرال لايتنينج، ماشي. يبقى انا اهتم بالشبابيك، اعمل لها ادكوت، اسيب لها ادكوت اريا مساحه جيده، واعمل لها بروبير ارنجمنت، ماشي. تاني حاجه ان الوول بتاعه الفصل، الجدران بتاعه الفصل تكون مدهونه بماده لايت، ماده فاتحه، وافويد الدارك شادوز، ماشي. ده كده بالنسبه للناتشرال لايتنينج. طب الارتفيشال لايتنينج بقى اللي هي الكهرباء، يعني الكهرباء دي انا بضطر استخدمها امتى؟ في الايام اللي هي ديم كلاودي اضطر ممكن اشغل الكهرباء، وفي المدارس اللي هي الايفنينج سكول اللي هي فيها فترات مسائيه فاضطر فيها اشغل الكهرباء. طيب خلاص اوكي، انا هشغل الكهرباء وانا بصمم الفصل ده. الايديال في قوه الاضاءه تكون فيه 30 ليومن على السكوير. ده الايديال، قوه الاضاءه في الفصل 30 ليومن على السكوير، لكن في اوضه المدرسين كفايه بس عليهم 15 يعني، ماشي. يبقى انا كده حققت ادكوت لايتنينج وفنتيليشن. عرفت الفنتيليشن التهويه، التهويه يبقى ايه؟ عن طريق الشباك، ان انا اسيب له اريا كويسه، وان هو بروبير ارنجمنت بيكون على الليفت سايد. طب اللايتنينج الاضاءه ناتشرال وارتفيشال. الناتشرال الاضاءه اللي هي ناتشرال الطبيعيه، اسيب ادكوت اريا للشبابيك، الجدران مدهونه بماده لايت وكده. امال الارتفيشال، قوه الاضاءه في الفصل 30 ليوم على السكوير، لكن اوضه المدرسين لا كفايه عليهم 15 يوم، ماشي. يبقى ده كده، يبقى انا كده لو حققت الحاجات دي يبقى انا كده حققت دلوقتي سانيتري كلاس روم. يبقى السانيتري كلاس روم يتميز بايه؟ سيوتابل سايز اند شيب، سيوتابل نمبر، ده شكله من بره، سيوتابل نمبر للتشيلدرن. الفرنيتشر اللي هو الديسكات والسبوره يكونوا سيوتابل وايديال، ماشي. اعمل ادكوت لايتنينج وفنتيليشن. عرفت الفنتيليشن التهويه، يبقى افتكر التهويه عن طريق الشباك، بفتح الشباك عشان يهوي، ماشي. اللايتنينج الاضاءه افتكر ان هي ناتشرال وارتفيشال. الناتشرال دي عن طريق بحصل عليها عن طريق الشباك برضو، والارتفيشال دي اللي هي قوه الاضاءه، ماشي. يبقى دي كده مميزات السانيتري كلاس روم.